زي ما حضرتك ذكرت انه في مشاكل كتيره وفي ملفات كتيره، وفي يعني الاعضاء في نادي الزمالك طبعا قلقانين والجماهير بره قلقانين، ولكن بكلامي مع حضراتكم يعني واخدين الموضوع كده اقول ايه بطمانينه، بكل حاجه ليها حل، كل حاجه هتتظبط. ازاي قادرين توصلوا لهذا يعني الثبات او يعني اللي انتوا فيه دلوقتي؟ عشان فتحنا كل الملفات ودرسناها، ولو اشتغلنا بشكل محترف واخدين الموضوع ده تحدي بيننا وبين بعض، يعني ان بتتحدى نفسنا هنقدر نحل المشاكل دي وهنقدر نجد حل لمشاكل نادي الزمالك، فقاعدين بنشتغل من قلبنا بجد. يعني كل واحد حقيقة فينا عنده مؤسسة يعني بيشتغل فيها، او نادي الزمالك الحقيقة بنشتغلها كده مش قادر اقول لك بشغف، بس انما بتحدي انه لازم تتعمل، لازم نوصل لحاجة، لازم هنخلي النادي ده نرجعه زي ما كان واحسن. فالملفات كتيرة، المشاكل كتيرة، بس الحقيقة انا مطمن جدا لكفاءة اعضاء القائمة كلهم، كفاءة ادارية وخبرة وناس فاهمة بتعمل ايه. الاسامي اللي موجودة كل واحد في مجاله يعني حاجة كبيرة قوي، فعشان كده انا مطمن للقصة دي. إيه عايز اسال حضرتك حاجه، انا حريص دايما ان انا اكلم حضرتك بلسان الاعضاء او الجمهور. حضرتك بتقول دلوقتي على رسم او مخطط او هيكله لكان لشكل النادي فرع النادي الزمالك وبنائه من جديد، الكلام ده كان في 2014. هل الفكر ده ممكن يعاد طرحه تاني، ولا التركيز هيبقى اكتر على فرع النادي في مدينه 6 اكتوبر؟ بص، احنا لازم زي ما قلت حضرتك لازم نشتغل حاجات بالتوازي. فرع 6 اكتوبر هياخد تقريبا طبقا للمخطط اللي عامله الباشمهندس هشام نصر 18 شهر. ما نقدرش نقعد ساكتين في ال 18 شهر. فانت بتعمل الماستر بلان بتاعتك بتاعت النادي اللي موجود، الفرع اللي موجود دلوقتي، وبتشتغل عليها تخلصها عشان اما تنقل الملاعب ل 6 اكتوبر، واحنا بنتكلم عن ملاعب مفتوحه وزي كلاب هاوس وبيسين او حمام سباحه اولمبي، اما تنقل الحاجات دي يبقى عندك متنفس للاعضاء كمساحات خضراء احسن. فلازم يبقى عندك بلان جاهزه تقعد تشتغل فيها وتعرف عايز تعمل ايه بالظبط في خلال الفتره دي. ما تسيبوش، هنبتدي بحته صغيره في النادي عشان نوري الناس ايه اللي ممكن يتعمل وازاي النادي بتاعهم ممكن يبقى احلى بكتير مما هم عليه دلوقتي. وهنبتديها على فيزز يعني.